السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم هانيه. شوفوا معنا هاد السيد طاحت له الطوموبيله تماك، غادي يدير دابا بروميير، ما غاديش يتمشى من بعد مارش ريال. المهم راه محصله تماك، شوفوا الطريقه العجيبه باش غادي يخرجها من تماك. خليكم معنا وخليكم مع الفيديو حتى الاخر. اول حاجه غادي يمشي للكفر، غادي يهز لاكريك وداك الحبل، شوفوا شنو غادي يدير بهم. تفرجوا معنا وركزوا مزيان. ها هو دابا غادي يدير لاكريك، غادي يطلع الطوموبيل من هاد الجهة. من بعد غادي يدير الحبل في الرويضة ديال القدام، غادي يمشي يجيب شي حجرات هكاك باش يديرهم في بلاصة لاكريك، باش ملي يبدل لاكريك يديها للجهة الأخرى تبقى الطوموبيل مرفوعة كيف ما كتشوفوا. غادي يدير دابا الحبل، غادي يديرو في العجلة الخلفية. ها هي المهمة ديال هاد الجهة سالات. غادي نمشيو دابا للجهة اليسرية ديال الطوموبيل اللي من يخا خلاص. غلط. غادي يرجع لهاد الجهة اخرى، غادي يدير لا كريك، غادي يطلع الطوموبيل عاوتاني، وغادي يدير نفس القضية اللي دار في الاول، نفس القضية، ولكن خاص يكون شي حبل قاسح شويه، خاص يكون حبل ناضي. هادي يجيب عاود الحجر، اربعه الحجرات كيف ما دار في هذيك الجهه، دار اربعه الحجرات، غادي يدير هنا اربعه الحجرات. الا درتي تماك خمسه غادي يدير هنا خمسه، درتي ثلاثه لهي غادي يدير ثلاثه من هاد الجهه، يكون داك الشيء قد قد. من بعد غادي يدير عاود هذاك الحبل. المهم خليكم معنا، خليكم مع الفيديو حتى الاخر باش تهزو شي عبره بعدا. ها هو غادي يحيد لاكريك، وهاد الطوموبيل مازال مرفوعة. علاش؟ حيتاش دار هادوك الحجرات، كل ما دارهمش غادي ترجع الطوموبيل لبلاصتها. شوفوا دابا واش غادي تخرج ولا لا. هو دي مرة الطوموبيل مارش أريان، ها هي خرجت.